السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت الجزائر في الساعات الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجعة أليمة، راح ضحيتها ما لا يقل عن 3 عسكريين كانوا ذاهبين لقضاء العيد مع عائلاتهم وذويهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وهذه هي التفاصيل الكاملة. توفي اليوم 4 مواطنين جزائريين من بينهم 3 عسكريين كانوا على متن سيارة سياحية، وفجأة اصطدمت وجها لوجه مع شاحنة على مستوى منطقة حوض الحمراء بلدية حاسبا عبد الله بولاية ورقلة. وحسب ما هو متداول فإن ضحايا عسكريين ينحدرون من مدينة شريعة بولاية تبسة، وكلهم زملاء في ثكنة واحدة رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان.